هي ليست آلة سفر عبر الزمن، لكنها كفيلة بإعادة البشرية جمعاء 300 عام إلى الوراء. انظر إلى الأعلى في ليلة عاصفة حيث يضيء البرق كل السماء. تخيل أن هذه الصواعق ستنتشر بكل شبر من سماء الكوكب، ثم تتضاعف قوتها 100 مرة قبل أن تتجه مباشرة لضرب الأرض. ما رأيته للتو ليس من بنات أفكار خيالك الجامح للحروب وخرابها، بل محاكاة علمية لما سيحدث حين يتحارب البشر بالقنبلة الكهرومغناطيسية التي باتت أخطر سلاح إلى جانب النووي يهدد البشرية اليوم. فهي ببساطة لا تقتل البشر بشكل مباشر، بل تهاجم الضحايا من مصدر مجهول وتدمر كل منتجات الحضارة الحالية من تكنولوجيا واتصالات. ففي أقل من غمضة عين تستطيع القنبلة الكهرومغناطيسية التسبب في إتلاف وتعطل كل وسائل المواصلات وأجهزة الكمبيوتر والمايكروويف والبنوك والشركات ومعدات السلاح والسفن الحربية وكل شيء، بحيث يمكن أن يتحول كل كمبيوتر أو أداة تكنولوجية إلى قطعة حجر لا فائدة منها مع استحالة رصد مصدر الهجوم الكهرومغناطيسي. فهي لا تشبه الأسلحة التقليدية والبيولوجية والكيميائية أو حتى النووية، كون القنبلة الكهرومغناطيسية تعتمد على موجات المايكرو عالية القدرة، ما يمكنها من تدمير البنية الأساسية لمراكز التشغيل وإدارة المعلومات الحيوية مثل الرادارات وأجهزة الاتصال بالأقمار الصناعية والإرسال والاستقبال التلفزيوني، إضافة إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي بجميع تردداتها. ورغم أن أي دولة أو مجموعة تمتلك تكنولوجيا الأربعينيات تستطيع تصنيع هذه القنبلة، لكن دولا محددة فقط تمتلك القنبلة الكهرومغناطيسية، ليس بينها أي دولة عربية، فيما تعد مصر بين الدول القلائل التي أوجدت نظاما لحماية نفسها منها. الكهرومغناطيسية ابنة النووي. لم يخترع الإنسان القنبلة الكهرومغناطيسية كسلاح مستقل بذاته، بل ظهرت فكرة القنبلة المغناطيسية حينما رصد العلماء ظاهرة علمية مثيرة عند تفجير قنبلة نووية في طبقات الجو العليا أطلق عليها التأثير النبضي الكهرومغناطيسي، حيث تبع التفجير النووي إنتاج نبضة كهرومغناطيسية هائلة في وقت لا يتعدى مئات من النانو ثانية التي تساوي جزءا من 1,000,000,000 جزء من الثانية، ما أدى إلى موجة صدمة نتج عنها مجال كهرومغناطيسي هائل وصل إلى بضعة ملايين فولت بما يفوق آلاف الصواعق الطبيعية مجتمعة قبل أن تتعطل بسبب النبضة الكهرومغناطيسية جميع أجهزة الكمبيوتر ومنظومات الاتصال وأجهزة العرض، إضافة لأجهزة التحكم الصناعية بما فيها إشارات المرور والقاطرات وأبراج المراقبة الجوية للمطارات والهواتف المحمولة. حينها اكتشف العلماء سلاح النبضة الكهرومغناطيسية الذي يختلف بثلاث نقاط عن الأسلحة التقليدية. ففي حين تعتمد قوة دفع الأسلحة الكهرومغناطيسية على موجات تنطلق من خلال مولد حراري أو ضوئي أو حتى نووي، ما زالت الأسلحة التقليدية تقوم على تفاعل كيميائي نتيجة احتراق البارود. كما أن قذيفة الأسلحة الكهرومغناطيسية عبارة عن موجة أو شعاع ينطلق عبر هواء إيريال، وليس رصاصة تنطلق من مدفع أو صاروخ كما حال الأسلحة التقليدية. وبينما تصل أقصى سرعة للقذيفة العادية 30,000 كيلومتر في الثانية، فإن سرعة الموجة الموجهة بالأسلحة الكهرومغناطيسية تصل إلى 300,000 كيلومتر في الثانية، وهي بالطبع سرعة الضوء. القنبلة الكهرومغناطيسية كيف تعمل؟
النبضة الكهرومغناطيسية EMP مصطلح يطلق على تفجير إشعاعي ينشأ عادة عقب انفجار بسلاح نووي أو من تقلبات مفاجئة في المجال المغناطيسي. واليوم بات هناك قنبلة كهرومغناطيسية مستقلة بذاتها تهدف إلى تعطير الأجهزة الإلكترونية من خلال النبضة المغناطيسية الكهربائية الكبرى التي يمكنها التداخل مع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ونظم تشغيلهم لإلحاق أضرار بها وإصابتها بالتلف. وعادة ما تكون آثارها لا تتجاوز 10 كيلومتر من الانفجار إذا لم تكن مقترنة بقنبلة نووية أو أن تكون مصممة خصيصا لإنتاج النبضة الكهرومغناطيسية الهائلة، إذ إنه مع انفجار أسلحة نووية صغيرة على علو شاهق يمكنها التسبب في نبضة قوية كهرومغناطيسية بما يكفي لتعطيل أو إلحاق ضرر بالأجهزة الإلكترونية لعديد من الأميال من مكان الانفجار. ولأن النبضة النووية الكهرومغناطيسية تتأثر بالمجال المغناطيسي للأرض يتغير انتشار طاقتها بحيث ينتشر بداية قليلا إلى الشمال ثم يصبح الانتشار في اتجاه الشرق والغرب والجنوب. ويمكن إسقاط القنبلة الكهرومغناطيسية من الصواريخ الطوافة أو الطائرات بنفس التقنية المستخدمة في إسقاط القنابل التقليدية مثل تقنية الانزلاق الشرعي وتقنية GPS للتوجيه الملاحي بالأقمار الصناعية. وبالإمكان ترتيب الأجهزة المعرضة لضرر النبض الكهرومغناطيسي بحسب شدة حساسيتها ابتداء من الدوائر المتكاملة ووحدات المعالجة المركزية التي تعد أساس عمل أي حاسب آلي، ورقائق السيليكون الموجودة في كل الأجهزة والأسلحة الإلكترونية والترانزستورات والثنائيات والمحركات الكهربائية والصمامات المفرغة التي تستخدم في المعدات الإلكترونية مثل أجهزة الراديو والتلفزيون والحواسيب الآلية. أما الأنابيب المغلفة بالمعادن فيمكنها بسهولة أن تنجو من العطب. من يمتلك القنبلة الكهرومغناطيسية؟ تعد الولايات المتحدة أول من استخدم القنبلة الكهرومغناطيسية كسلاح حين استخدمت القوات الأمريكية قنابل تجريبية إلكترونية خلال حرب الخليج عام 1991. وعادت خطورة هذه القنبلة لتبرز في حرب الخليج الثانية حيث استخدمتها أمريكا لتدمير البنية الأساسية لمراكز التشغيل وإدارة المعلومات الحيوية في العراق مثل الرادارات وأجهزة الاتصال بالأقمار الصناعية وأجهزة الكمبيوتر والمايكروويف والإرسال والاستقبال التلفزيوني، إضافة إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي بجميع تردداتها. ورغم أن روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا لم تستخدم هذه القنبلة في أي حرب، إلا أن هذه الدول تمتلك قنابل كهرومغناطيسية متطورة مرتبطة بنظام دفع وتفجير نووي. وفي عام 2017 ظهر الخطر الحقيقي للقنبلة الكهرومغناطيسية حين أجرت كوريا الشمالية تفجيرا كبيرا تحت الأرض، وأعلنت بعدها بساعات أنه تفجير ناجح لقنبلة هيدروجينية. وفي حقيقة الأمر لم يكن ما أقض مضجع الغرب القنبلة الهيدروجينية ولا التجربة، ووشى بسلاح آخر أشد خطورة وفتكا حين قال البيان الكوري: القنبلة الهيدروجينية يمكن تفجيرها على ارتفاعات عالية. ففهمت واشنطن على الفور أن قنبلة النبضة الكهرومغناطيسية أصبحت في حوزة كوريا التي قلبت جميع الاستراتيجيات والتكتيكات المتوقعة، إذ بات بإمكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بدلاً من إطلاق صاروخ بعيد المدى على مدينة أمريكية كبرى شن هجوم كهرومغناطيسي بتفجير قنبلة نووية أو هيدروجينية واحدة بالجو
لتوجيه ضربة مدمرة لشبكة الكهرباء والبنية التحتية الحيوية وشل الحياة في أمريكا، خاصة وأنه عند تنفيذ هجوم صاروخي محمل برأس نووي ضد موقع على الأرض، فإن وسائل الدفاع الأمريكية المختلفة قادرة على اعتراضه قبل الوصول إلى الهدف. أما في حالة الهجوم بالنبضة الكهرومغناطيسية فإن الأمر يتعلق بإطلاق صاروخ واحد فقط وتفجيره على ارتفاع أميال من سطح الأرض، ما يصعب من عملية الرصد والاعتراض بشكل كبير. من يحمينا من الكهرومغناطيسية؟ يتمثل الأسلوب الرئيسي في الحماية من أخطار القنبلة الكهرومغناطيسية في منع إسقاطها عن طريق تدمير منصة الإطلاق أو مركبة الإسقاط، لكن هناك استعدادات مسبقة في حال سقطت بالفعل هذه القنبلة. وبما أن الهدف من القنبلة الكهرومغناطيسية شل الأجهزة الإلكترونية، فإن الخطوة الأولى للحماية منها تغليف كل الأجهزة بقفص معدني. ورغم أن دولاً عدة بدأت بإعداد أقفاص مصنوعة من الألمنيوم وتسمى فيرتاي، إلا أن مفعول القفص سيغدو عديم الفائدة إذا مرت التوصيلات خارجه، ما يعني ضرورة أن تكون كابلات دخول وخروج الإشارات مصنوعة من الألياف الضوئية التي لا تتأثر بالمجالات الكهرومغناطيسية. كما تتضمن استراتيجيات التصدي للنبضة وقاية المباني الحساسة وحماية أبوابها بوسائل واقية على الأبواب، وإلى اهتمام خاص للموصلات الخارجية وإمدادات الطاقة الكهربائية عبر تمديدها على عمق كبير تحت الأرض لكي لا تتأثر بالنبضة الكهرومغناطيسية. إذ إنه في حال كان الإمداد الكهربائي يرتبط بشبكة الكهرباء، فإن النبضة الكهرومغناطيسية سوف ترسل طفرة جهد كبيرة تكفي لإحراق أسلاك الرصاص الواقية في الشبكة، ما يعني وجوب وضع دائرة كهربية لحمايتها. ورغم أن الدول العربية لا تمتلك هذه القنبلة حتى اليوم، إلا أن مصر باتت من بين الدول القليلة التي وضعت نظام حماية كهرومغناطيسي يعمل على تجميع أجهزة الإشارة والتليفونات في كونتينر واحد سهل التحميل على العربات ومحاط بحماية قوية جدا ضد النبضات الكهرومغناطيسية، ما يؤمن وحدة الإشارة الخاصة بكل تشكيل ويمكنها من الاتصال بالوحدات الأخرى في الكتائب المقاتلة الأخرى. وأنت، هل يمكنك تخيل مقدار الضرر الذي سيحدث بأي دولة تتعرض للقنبلة الكهرومغناطيسية حين ستكون عاجزة عن استخدام أي سلاح على الجبهات أو تشغيل حتى إشارة مرور بالداخل؟